مين اللي قال الكلام ده؟ عرفنا 73 وحضرنا 73 ووعدتنا ب 23 ايه؟ ايه؟ احنا مش في مصر، احنا مصر، دي مصر دي ايه؟ لا احنا لا احنا موتنا يا عم، تعالى موتنا، تعالى موتنا. شيلوا نزالات يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر. من ايام الملك لغايه دلوقتي ما شفناش الوضع ده. تولع الجبهه الداخليه، تولع الجبهه الداخليه اللي المفروض ان احنا ساندين البلد ومتحملين كل الفلوس اللي مش موجوده، الاكل اللي غلي، الكهرباء اللي ولعت، اللحمه، الفراخ، غيره غيره غيره، الادوات الطبيه كل حاجه فيها عجز، وبنقول هنتحمل عشان بلدنا. هل ده وقت يحصل فيه استفزاز للشعب؟ اي قرار غبي يقول ان احنا نستفز الشعب، تستفزوا الشعب ازاي؟ ازاي تستفزوا الشعب في توقيت زي ده؟ ازاي تستفزوا الشعب؟ انا يعني انا نازله بدافع عن بيتي وشايله هم البلد اللي ممكن تولع، فبالتالي نازله وبقول بلاش اقطع طريق، مع ان انا عارفه ان انا لو قطعت الطريق هعرف اجيب حقي والفت نظر الناس اللي قاعده في مصر. ما رضيتش، قلت عشان بلدي، وقلت بلاش ان احنا نمسك في الناس دي مالهاش ذنب، عارفين ان الجيش ده والشرطه وكل الناس دي نازله من غير اصلا ما يبقى ليهم بياخدوا اوامر. انا عايز افهم اي قرار غبي يصدر في التوقيت زي ده، وانت المفروض ان انت بتطبطب على الشعب عشان يتحمل، عشان يتحمل الشعب ده اللي وقف. والله العظيم ان احنا شعب ابطال، اقسم بالله مصر كلها شعب ابطال. الناس اللي صابره على الاكل والشرب، الكهرباء، الميه، كل الزياده، كل الوضع الاقتصادي اللي رايح سكين داهيه، وبنقول يا رب. هو انتوا ما تخرجونا من بيتنا مستنيين انتماء؟ انا هصبر ليه؟ هصبر ليه يعني تاني؟ انا هصبر تاني ليه؟ صوروا واحد مات يا ساتر يا رب، 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 يا ساتر يا رب. واحد من الازالات، واحد من اللي بيشيلوا الازالات، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. محافظ بورسعيد مش عايز يسيبنا اهو، جاي يقطع الكهرباء علينا اهو. حضرتك امال على الواد ايه؟ حضرتك ايه؟ ايوه احنا عند المحول هناك. اقنعونا من اقل حاجه ان احنا عايزين نعيش امنين. ¡Gracias!
من هنا مثلا لفين يعني؟ ايه المكان يعني؟ هو موضوع المخابرات هو السوق. بس برضه لو كنا في السوق يعني انا حيزنا. بيخبطوا ليه عشان يشيل الشرابيك يعني؟ هي دي مشكلتهم دلوقتي الشرابيك؟ الجميل مش قريه نائيه ولا عشوائيه يا ريس. انا عارفه ان انت ما عندكش علم، عارفه ان هم بيعملوا حاجه تخالف اللي انت بتقول عليه. انت بتطلع الناس من العشوائيات وبتسكنهم في بيوت وفيها ميه ونور وكهرباء وعفش. انا بشوفك يا ريس، بشوف انت بتعمل ايه. تعال شوف هم بقى بيعملوا ايه يا ريس في الشعب. تعال شوف هم بيعملوا ايه في الشعب يا ريس. عايزين يطلعونا من بيوتنا وقاطعنا الميه والنور، عايزين يموتونا واحنا في بيوتنا. هو احنا في غزه يا ريس؟ هو احنا في غزه؟ طب غزه اللي بيحاربها ناس يهود واحنا مسلمين بناكل في بعضنا يا ريس؟ تعال يا ريس حضنا يا ريس، احنا بنستغيث بيك يا ريس، بنستغيث بيك. تعال شوفنا ضحيه الجميل بمحافظه بورسعيد.